طيب حلقة النهاردة عنوانها المضربين عن الزواج. المضربين جبتني أنا المضربين عن الزواج ما غير أنا جيب. ما أنا جايبك بقى عشان أنت أيقونة الزواج. نعم. فأنا عايز أخد رأيك، يعني إيه رأيك في الناس اللي ممكن ينتهجوا ده، وهل أنت فكرت في ده في يوم من الأيام ولا لا؟ لا أنا ما أقدرش أعيش من غير مرأة، لأن الحياة بدأت بأدم وحواء يعني. طبعا. وفي حاجة من الاتنين، يتعيش مع مرأة في الحرام، وده عاداتنا وتقاليدنا وديننا بيمنعنا طبعا اكيد، ومش هتلاقي واحده ترضى تعيش معاك كمان في الحرام تستاهل انك تبقى معاها طبعا. نمره اتنين، انك انت الجواز عند البعض في ناس بتاخده ان هو عمليه جنسيه بحته، يعني لا، الجنس ده ورحمة. الجنس ده جزء من العلاقه الزوجيه، ولكن انت عايز ام وعايز اخت وعايز حد يطبطب عليك، وانت تبقى اب يعني هي علاقه زي ما القران قال موده ورحمه. فالموده والرحمه مش معقوله تبقى بيني وبينك، يعني نبقى في موده ورحمه ونعيش مع بعض ما ينفعش. بس لا، ما دلوقتي الفرق هنسافر المانيا. الفرق اللي بقت بتروج لهذا الفكر الغريب والافلام اللي بتنزل على المنصات، وهو الراجل والست، الست جزء مهم جدا في حياه الراجل والعكس هو صحيح. فبالتالي الجواز اللي يضرب عنه ايوه عايز علاج نفسي، وما تزعلش منه. طيب